رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي في الاستوديو استاذ خالد عامر الصحفي في موقع عسل اسباني. مساء الخير عليك. مساء الفل، منورنا. نورك، وبصبح بمسي عليك وعلى الساده المشاهدين جميعا. الله يخليك. طيب عايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجات كتير قوي، اكيد اهمها طبعا جائزه ذا بيست او الافضل، الجائزه طبعا المترشح ليها نجمنا المصري محمد صلاح. اكيد شايف الفرص ازاي النهارده؟ هو خلينا بس الاول نقول انه اللي بيحصل ده حاجه ولا في الاحلام طبعا، ان احنا يعني احنا كان اقصى طموحاتنا ان احنا نكريت لعيب على الفيفا ونلعب بيه ونبقى مبسوطين قوي. عندك حق والله. واذ فجاه بنلاقي محمد صلاح بينافس على افضل لاعب في اوروبا وافضل لاعب كريستيانو رونالدو، وبنلاقي انه فرصه بقت اعلى كمان من بعض الاسماء الاخرى. ميسي مش موجود في اللائحه، نيمار مش موجود في اللائحه، الناس بترشح محمد صلاح اكتر من كريستيانو رونالدو. صحيح. فرصه اقل شويه من مودريتش، الناس كلها متوقعه مودريتش، بس محمد صلاح موجود في اعظم ثلاثه على وجه الارض حاليا. ده احنا لو ده في حد ذاته انجاز كبير قوي. لسه عايز اقول ده، لو لخصناه سريعا كده هنقول انه انجاز غير مسبوق، وانجاز محمد صلاح يفتخر بيه، واحنا نفتخر ان احنا من البلد اللي محمد صلاح منها. احنا ابتدينا اصلا خلاص نستوعب، يعني الاول كنا حاسين احنا في حلم، محمد صلاح بالحاجات اللي بيعملها دي في حلم، بس احنا خلاص ابتدينا ان احنا فاهم نتاقلم ونستوعب ان عندنا نجم كبير زي ده. احنا لو تاخدي بالك من التايم لاين بتاعنا، بدايه من محمد صلاح محترف لحد دلوقتي، في البدايه كنا بنسال هو محمد صلاح في التشكيل، محمد صلاح بعدين محمد صلاح بقى في التشكيل، محمد صلاح دخل اجوان، محمد صلاح بقى بيدخل اجوان. دلوقتي الامر تحول الى انه محمد صلاح لما بيحصل له دروب في ماتشين بنقول هو ايه اللي بيحصل. صح. لا ده مستوى محمد صلاح، بقى الناس بتستنكر ان محمد صلاح ما بيدخلش اجوان. قبل كده كنا بننبسط قوي لما محمد صلاح يبقى في التشكيله. صحيح. واي لعيب مصري طبعا، مش محمد صلاح بس اي لعيب مصري لما بيبقى في التشكيله بيبقى فخر لينا. دلوقتي تحول الامر الى انه افضل لعيب في اوروبا اللي مودريتش خدها، الناس زعلت جدا، كان نكسه جديده حصلت للشعب المصري ان محمد صلاح ما خدش اللقب. فده انجاز طبعا يحصل لمحمد صلاح. لو اتكلمت سريعا عن التوقعات بتاعتي، لا هو مودريتش، احنا خلينا منطقيين واقعيين، خلينا واقعيين. الانجازات بتاعه مودريتش السنه دي، الاداء بتاع مودريتش السنه دي بيتكلم عن نفسه. اذا عملنا مقارنه رقميه سريعه جدا، بس لازم اقول برضو ان الارقام ما بتعبرش عن كل حاجه في الكوره، بس هي مقارنه رقميه مش اكتر. مودريتش اقل واحد رقميا في الثلاثه. مودريتش لعب 29 ماتش، احرز هدف وصنع لزملائه 8 اهداف. في حين ان احنا لو بصينا للاثنين التانيين هنلاقي ارقام خزعبليه. أكيد. هنلاقي رونالدو لاعب 28 ماتش مدخل فيهم 31 جون وصنع 6 اهداف. محمد صلاح لاعب 30 ماتش مدخل فيهم 24 جون وصانع 7 اهداف. اكترهم صناعه للفرص محمد صلاح، اكترهم احرازا للاهداف كريستيانو رونالدو، اقلهم في جميع الارقام هو مودريتش، سواء اسيست او أهداف. مشاركه، لانه محمد صلاح مشاركه اكتر من مودريتش عشان ظروف غياب مودريتش للاصابه. صحيح. بس كمشاركه مودريتش اقل، كاسيستات مودريتش اقل، كاهداف مودريتش اقل. بس لو جينا للقيمه الفعليه لمودريتش في الملعب، هنلاقي لعيب قدر يقود منتخب اقل من المتوسط لفاينل كاس العالم، بيلعب قدام منتخبات زي انجلترا، بيكسب منتخب زي الارجنتين في دور المجموعات 3-0، قائد بكل ما تحمله الكلمه من معنى، قدر يقود المنتخب بتاعه في لحظات عصيبه جدا في كاس العالم الى ان هو يوصل لانجاز تاريخي اول مره يحصل. احنا طبعا عارفين ان 98 الجيل بتاع شكر كان الانجاز بتاعه ان هو خد مركز ثالث، ان هو صعد سيمي فاينل وخد مركز ثالث. ده انجاز غير مسبوق في تاريخ. أكيد. كرواتيا. مودريتش كقيمه في الملعب، طبعا ما نقدرش ننكر انه البطوله الثالثه على التوالي من دوري ابطال اوروبا، دي حاجه يعني. صحيح. حاجه عظيمه جدا في تاريخ مودريتش. فاحنا لو بصينا للتوتال بتاع انجازات مودريتش هنلاقيها ان هي اتقل شويه من محمد صلاح ومن يعني كريستيانو. يعني وصوله للمباراه النهائيه في كاس العالم قصاد فرنسا كانت يمكن اكتر حاجه متقله. أكيد. كفته اكيد، ودوري ابطال اوروبا محمد صلاح. صحيح. ساعد. أكيد. فرقته ان هو يوصل باحرازه 10 اهداف في الموسم اللي فات، ان هو يوصل للنهائي. بس ظروف الاصابه اللي احنا عارفينها والجدل الذي سار حولها يعني منعته من هو يكمل المباراه، بس ان هو يحرز 10 اهداف وفاينل تشامبيونز ليج برضو، دي كانت حاجه عظيمه جدا. بس في النهايه محمد صلاح ما خدش لقب. صحيح. في حين ان مودريتش قدر يوصل لنهائي كاس عالم وياخد لقب مهم جدا اللي هو لقب دوري ابطال اوروبا للمره الثالثه على التوالي، فده طبعا حاجه بترجح كفه مودريتش جدا يعني. اكيد. طيب خليني برضو اسالك، يعني شايف ايه هي المعايير اللي بتقاس عليها المعايير هو احنا خلينا نقول انه انا كنت عايز اقولها، شكرا انك سالت السؤال، لانه انا كنت عايز اقولها من ضمن اللي فات. اذا كان في امل او ميزه
بتميز محمد صلاح عن باقي المتنافسين ان محمد صلاح عالميا محبوب اكيد، والجائزه دي بتعتمد في المقام الاول على التصويت. تصويت في نسبه تصويت جمهور على الانترنت، في تصويت على تصويت الجمهور على الانترنت، فدي احنا ضامنينها. لا ده ده تصويت الجمهور ده مضمون جدا ده خلاص جداً. بس هي الفكره في الموضوع ان هو نسبه التصويت الجمهور بتبقى قليله شويه مقارنه بالنسب الاخرى. في تصويت كباتن المنتخبات وتصويت صحيح. المديرين الفنيين صحيح. وتصويت ممثلين من الاعلام تبع الاتحاد الدولي اللي هم المشتركين تبع الاتحاد الدولي. ففكره انه يبقى في تصويت ده بيرجح كفه محمد صلاح لان هو محبوب، لو هي نقط او انجازات او محليا وعربيا وعالميا هو محبوب صحيح. حتى في انجلترا محبوب صحيح. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن محمد صلاح وعن جائزه بيست النهارده. رجعنا سريعا لسه منورنا استاذ خالد عامر الصحفي في موقع اسل اسباني، مساء الخير عليك مره ثانيه. بنرجع بقى نتكلم على محمد صلاح وعلى طبعا جايزه ذا بيست النهارده. كنا بنتكلم عن المعايير اللي بيتحط على اساسها او بيكسب على اساسها المتسابق او الموجود ضد النومينيز على جايزه ذا بيست. فانت قلت لي تصويت الجمهور جزء، تصويت المديرين الفنيين جزء، الصحفيين والاعلاميين ليهم جزء، وكباتن المنتخبات وكباتن المنتخبات كل واحد بيبقى ليه ورقه بيحدد فيها الاولويه عنده بالترتيب. واحد صلاح، اثنين امبابي، ثلاثه حمد شد، اي حد، فاهم قصدي؟ فهي الفكره فيها انه هي مش قائمه على معايير واضحه، هي قائمه على انا شايف مين افضل السنه دي وبختاره. ده انا برضو عايز اقول على حاجه انه ده الى حد ما فير. ليه فير؟ لانه احنا بنتكلم على جايزه افضل لاعب في العالم، ما بنتكلمش على اكتر لعيب خد انجازات، ما بنتكلمش صحيح. على اكتر لعيب صنع فرص، ما بنتكلمش على اكتر، احنا بنتكلم على اكتر لعيب كان مؤثر مع فرقته، كان مبهر بشكل عام مع الفريق بتاعه او مع المنتخب في البطولات المختلفه. اعتقد انه ما حدش يقدر ينكر انه محمد صلاح هو ان كان هو او مبابي او الى حد ما جريزمان هما الاكثر ابهارا على مستوى اللعيبه في العالم. امباكت مع الفريق ومع المنتخب قوي جدا، اداء فردي واداء جماعي وارقام شخصيه. يعني احنا بنتكلم على محمد صلاح الموسم اللي فات تقريبا عمل 35 جائزه شخصيه ما بين افضل لاعب في ليفربول وافضل لاعب في الدوري الانجليزي والهداف وافضل هدف صحيح. فواخد 35 جائزه فرديه. فانا شايف انه فكره ان احنا نحكم على اللعيب بادائه الفردي مش باداء الفريق بتاعه هي الى حد ما فير. فير نفس صحيح. طيب خلينا نتكلم عن محمد صلاح برده بس من حته ثانيه. محمد صلاح الموسم اللي فات قلت ان هو اخذ جوائز كتير جدا، يمكن 35 جائزه فرديه. الموسم ده بدايته مختلفه تماما لمحمد صلاح. بصي، هو الموسم ده بدايته الناس واضح عليها ان هي بدايته مختلفه، بس احنا لو اتكلمنا هو بدايته مش أسوأ بكتير من الموسم اللي فات. محمد صلاح الموسم ده مدخل 3 اجوان وصنع هدفين في اول 6 جولات في الدوري الانجليزي. صحيح. وده معدل رقمي مش اقل كتير. يعني الموسم اللي فات كان لحد الجوله السادسه تقريبا كان احرز 4 اهداف وصنع 3 فرص وصنع 3، فاحنا بنتكلم عن فارق جونين ما بين الموسم اللي فات والموسم ده. احنا لو واخدين بالنا ان محمد صلاح الموسم اللي فات بدا يتطور مع مرور الموسم. صحيح. هو فنش الموسم عالي جدا، بس هو بدا الموسم لعيب طبيعي زي اي لعيب تاني. الفجوه الرقميه اللي الناس متصوراها اللي ما بين الموسم اللي فات والموسم الحالي هو مش للدرجه دي. محمد صلاح لحد دلوقتي مستواه الفني في الملعب مش بيخلق فرص كتير، مش بيعمل الاداء اللي كان عامله. بس مثلا لو اتكلمنا، كان محمد صلاح بيلاعب ستوك سيتي في بداية الدوري في بداية الموسم الحالي وخد فيها أحسن لاعب، هو ما جابش جوان بس عمل الجونين وساديو ماني اللي دخل ساعتها وفيرمينيو. هو ما جابش، ما أحرزش أهداف، بس المستوى العام بتاعه في الملعب خلاه ياخد أحسن لعيب في المباراة. محمد صلاح لا، هو ممكن متأثر شوية بشوية المشاكل اللي حصلت له اللي أنا بلوم عليه فيها شوية وبلوم على الاتحاد المصري فيها شوية، بس ده مش 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 مجال حديثنا دلوقتي. هو اتأثر شوية بالمشاكل اللي حصلت حواليه، بس هو محمد صلاح عنده
قدرة وعزيمة على ان هو يقدر يتدارك الامر سريعا. أكيد. وده واضح في اخر ماتشين، فكرة انه أكيد. الجون فاضي والكورة قدامه، اخر ماتش اللي دخل فيه اللي احرز فيه هدف، الجون فاضي قدامه والكورة بتتنطط على خط الجون، اي حد ممكن يروح يحطها. الرغبة اللي في وش محمد صلاح والسبرنت بتاعه وهو بيجري بيوضح قد ايه هو عايز يعدي الفترة السيئة اللي عدت عليه دي. طبعا طبعا. طب احنا اتكلمنا عن لوكا مودريتش وعن انجازاته في الموسم اللي فات، طبعا وصوله مع منتخب كرواتيا لنهائي كاس العالم قصاد فرنسا، واتكلمنا طبعا عن انجازات محمد صلاح. نروح بقى لدون كريستيانو رونالدو بعد ما ساب ريال مدريد وانتقل لليوفنتوس في الموسم الجديد، شايف ان ده ممكن يقلل شوية من فرصه بالفوز بالجائزة؟ لا، هو مش ما يقللش من فرصه بالجائزة، بس هو الاوفر اول بتاع رونالدو في السنة اللي فاتت سواء مع يوفنتوس او رقميا هو رهيب. 15 جون في الشامبيونز ليج، اجمالي 31 جون في الـ في الـ في الـ انا بتكلم على 31 جون ده عشان برضو الناس ما تفهمنيش غلط. 31 جون بداية من 1 يناير حتى الان. صحيح. انا ما بتكلمش على الموسم اللي فات. صحيح. انا بتكلم على الاجوان اللي دخلها في 2015 30 يناير. من بالظبط كده، من اول 1 يناير لحد دلوقتي هو مدخل 31 جون سواء مع ريال مدريد او مع يوفنتوس. وهو هداف الموسم اللي فات من الشامبيونز ليج، فهو رقميا هو قوي جدا، بس اداء في الملعب هو ما كانش مبهر زي مودريتش وزي محمد صلاح. هما الاثنين كانوا باينين اكتر منه في الملعب. ميسي مع برشلونه كان باين اكتر منه في الملعب، نيمار كان مختفي تماما مع باريس سان جيرمان عشان كده تم استبعاده، وبالاضافه لان هو ما عملش حاجه تذكر مع البرازيل في المنتخب في كاس العالم. لو اتكلمنا انه يوفنتوس بيقلل فرص رونالدو في الحصول على اللقب ولا لا ما اعتقدش، لانه احنا لو خدنا بالنا دلوقتي هنلاقي الناس كلها بتركز مع الدوري الايطالي. الدوري الايطالي قعدت عليه فتره طويله جدا الناس مش مهتمه بيه، مره واحده الناس بدات ترجع تتفرج على الدوري الايطالي. قيمته التسويقيه كمان اختلفت بالظبط. فلا، هو قيمه رونالدو اضافت للدوري الايطالي، والدوري الايطالي نفسه هيضيف لرونالدو. في حاله مثلا انه رونالدو ساعد يوفنتوس في التاهل لنهائي الشامبيونز ليج، انه طلع هداف تاني، انه ساعد بعد معاها منتخب البرتغال في اليورو اللي جاي او 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 لا، هو مش هيقلل من فرصه في الحصول على الجوائز بعد كده. خليني بقى اسالك عن غيابات ميسي كمان نيمار، غيابه عن الجائزه دي، هل ده معناه ان في تغيير بقى في خريطه العالم كرويا؟ بصي، هو الخريطه بتتغير. احنا خلينا نعترف بده. ميسي انا شايفه ان هو كان يستحق اكثر من رونالدو في التواجد في الثلاثه الاخرين. طبعا يعني محبين ريال مدريد ومحبين كريستيانو رونالدو هيبيلوا لي الاتهامات دلوقتي ان انا برشلوني، بس انا ما بشجعش برشلونه، بس انا شايف انه اداء ميسي في الملعب مع المنتخب لا طبعا، بس اداء ميسي مع برشلونه في الملعب بيوان مان شو، هو بيعمل كل اللي هو عايزه في اي وقت هو عايزه، بيساعد الفرقه وبيعمل اسيستات بيدخل اجوان. الكبوه اللي عدت عليه في الشامبيونز ليج على برشلونه بالخروج من فريق اس روما الايطالي في ربع النهائي، في نص النهائي، لا انا اسف، في ربع النهائي، اثرت كتير على تواجد ميسي في القائمه النهائيه للجائزه. بس احنا لو بنتكلم على الخريطه، احنا عندنا محمد صلاح بقى موجود في افضل ثلاثه. صحيح. عندنا لعيب عنده 19 سنه اسمه كليان امبابي بيلعب في باريس سان جيرمان، خاطف الاضواء كلها من نجوم كبار موجودين في باريس سان جيرمان زي جريزمان زي نيمار زي دي ماريا، لعيبه كبار ليهم تاريخ في الكوره. امبابي بيخطف منهم الاضواء دلوقتي، بقى هو المرشح رقم. صحيح. واحد ان هو يعمل انجازات، ان هو يكرر انجازات ميسي ورونالدو. عندنا صفقة بتروح ب 40 مليون اسمه ليمار بيروح لأتلتيكو مدريد، والصحافة الإسبانية كلها بتركز الأضواء على انتقال ليمار من موناكو لأتلتيكو مدريد. عندنا عدد جديد من اللعيبة، عندنا صف تاني من اللعيبة بقى هم الصف الأولاني. صحيح. والصف الأولاني بقى الناس بتحضر نفسها إن هم في خلال سنة أو اتنين مش هيبقوا موجودين. حقيقي. المشكلة الوحيدة بس في الخريطة الجديدة دي إنه نيمار مش موجود، أنا بالنسبة لي ده حدث. وهو ما كانش يستحق التواجد عشان برضو ما نبقاش يعني عدم تواجد نيمار. برشلونه لباريس سان جيرمان اثر عليه سلبا طبعا كتير. بيبعد عن الاضواء وبيبعد عن المنافسه وبيبعد. باريس سان جيرمان هو فريق، يعني الدوري الفرنسي عامه هو دوري الفريق الواحد. كل فين وفين بتلاقي ليون طلع شويه، بتلاقي موناكو طلع شويه. صحيح. مارسيليا طلع شويه، بس باريس سان جيرمان لا منافس له في الدوري الفرنسي. وجود نيمار في دوري ضعيف زي الدوري الفرنسي
اكيد بيأثر عليه، بيبتعد عن الاضواء، بيبتعد عن المنافسه، المستوى بتاعه بيقل، المستوى مع البرازيل ما كانش قد كده، الكلام بيكتر عليه ان هو بيمثل، ان هو بيدعي الاصابه، ان هو بيهرب، انه ده كان بيعمل حاجات غريبه في كاس العالم. طبعا حاجات غريبه فعلا، ده طلعوا عنه اعلانات عشان خاطر اللي بيعمله. فهو منطق، انا بالنسبه لي منطقي جدا ان هو ما يبقاش موجود. الخطيئه الكبرى في مسيره نيمار حتى الان، هو نيمار لعيب معروف ان هو مش عايز اقول ان هو بيمشي ورا الفلوس، بس هو بيمشي ورا اهواءه الشخصيه، ما عندوش كارير باث، ما عندوش ان هو انا بعد 5 سنين ميسي هيعتزل وانا هبقى نجم الفرقه الاول ومع قائد منتخب البرازيل. صح. هو ما عندوش كارير باث، ما بيبصش على قدام، هو خلاص عايز يبقى نجم دلوقتي فهيروح باريس سان جيرمان عشان يبقى نجم. طب هل انت بقيت نجم فيها؟ مفيش، ما بقاش نجم الفرقه نفسها، عشان يكون صاحب الانتقال التاريخي في تاريخ كره القدم، وشويه وهيتكسر. ما هو مش ده المعيار، شويه وال 222 مليون بتوع دولت هيتكسروا سواء من امبابي سواء من اي حد تاني جاي، هيكسر خلاص، ده بقى رقم اعتيادي. عندك حق. طيب خلينا بقى نروح من الحدث العالمي الاهم النهارده في الساحه الكرويه، جائزه ذا بيست المقامه ان شاء الله او هتقام ان شاء الله في لندن كمان ساعات، نروح بقى للدوري المحلي والانديه المحليه. خلينا الاول نبتدي مع النادي الاهلي وبطولته الافريقيه قبل ما نروح للبطوله المحليه. شفت اداء النادي الاهلي عامل ازاي قصاد هورايا كوناكري الغيني وفوزه باربع اهداف نظيفه؟ خلينا نقول اولا انه بنبارك لفريق الاهلي وجهازه الفني على التاهل نص نهائي للسنه الثانيه على التوالي، حاجه عظيمه جدا ومشرفه في مسيره الفريق، على الرغم من ان هو مغير عدد كبير من اللعيبه ومغير جهاز فني، اصابات كتير واصابات كتير جدا، بس قدر ان هو يكمل بعد ما كان متذيل الترتيب في المجموعه بتاعته. صحيح. صعد مركز اول وكعهدنا بالنادي الاهلي صعد مركز اول وقدر يتاهل على حساب فريق هورايا كوناكري الى نصف النهائي. خلينا نتكلم عن ماتش هورايا كوناكري نفسه. هو هي هورايا كوناكري فرقه خادعه. ليه؟ هي بتهدد وبتروح، هي فرقه ضعيفه الناس تستدفيها شويه، بس هي فرقه سريعه. لعيبتها كنا شايفينهم كويسين جدا في الشوط الاول. في الشوط الاول ما بتكلم في كده، الناس تقول ان هو فرقه ضعيفه، بس اللي هيشوفهم في الملعب هيلاقي الشوط الاول في كره في العارضه، في تصدي لمحمد الشناوي، في اكتر من مره بيروحوا على الجون ودفاع الاهلي بيقدر يرجع الكره تاني نص الملعب. صحيح. فهم كفريق، هم فريق هدد. لو الاهلي ما تعاملش مع الامر بذكاء في الملعب، لو باتريس كارتيرود ما حطش خطه صح والاهلي ما تعاملش مع الموقف كما ينبغي له ان يتعامل، كان الاهلي وقع وشفنا المفاجات بتاعه البطوله، شفنا مازيمبي بيخرج، شفنا الوداد بيخرج، شفنا النجم بيخرج، كل الاوائل خرجوا منهم بطل النسخه السابقه الوداد. صحيح. بيخرج، اي نعم هو باداء اسطوري لحارس مرمى وفاق سطيف الزغبه، بس في النهايه الوداد خرج ومازيمبي خرج كمان. على ارضه ومازيمبي خرج والنجم خرج، فاحنا شفنا مفاجات. مفاجات دي جزء منها عائد الى انه الفرق دي ما تعاملتش مع المباراه زي ما الاهلي تعامل مع مباراته مع هورايا كوناكري. صحيح صحيح. من مباراة بقى النادي الأهلي، شفت إيه أهم حاجة وأبرز حاجة كانت واضحة في اللقاء؟ أبرز حاجة كانت واضحة في اللقاء الجمهور. حاجتين، أولاً الجمهور. أولاً الجمهور النجم الأول في الفريق، عودة الجمهور، الهتافات طول الماتش، حاجات أشعر، الناس ما بتقعدش. إحنا افتقدنا ده، إحنا وحشنا، ومش بس مش بس مش بس الأهلي، أنا وحشني ده في الدوري، أنا وحشني أكيد طبعاً. أنا وحشني جمهور الأهلي يبقى موجود، وجمهور الزمالك يبقى موجود، وجمهور الإسماعيلي يبقى موجود، وجمهور الاتحاد يبقى موجود، كل جمهور بيدي لفريقه ثقل، كل جمهور بيدي لفريقه رغبة إضافية في الملعب طبعا. وده بينطبع على أداء الدوري، الناس دي تروح مكسوفين بالظبط، ده بينطبع على أداء الفريق وبينطبع على مستوى الدوري العام وبينطبع على مستوى منتخب مصر في النهاية. أنا وحشني جمهور، وتحديدا أنا يعني أنا موجود في قناة الأهلي فهتكلم عن جمهور النادي الأهلي. جمهور الأهلي من العوامل المحفزة جدا بالنسبة للفريق. أكيد. ما أكذبش اللي قال إن هو اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي. صحيح. هو طبعا لاعب رقم واحد، شايفين قدام فريق برضو زي ما قلنا مش بقيمة النادي الأهلي، فريق مزعج كل حاجة، بس مش بقيمة النادي الأهلي. في مباراة الذهاب كان شكل الأهلي عامل إزاي، وفي مباراة الإياب شكل الأهلي بقى عامل إزاي. طبعًا. الضغط اللي كان محطوط على اللعيبة عشان المفاجآت اللي حصلت في البطولة، والضغط اللي معمول على اللعيبة عشان حاسين إن هم لو خرجوا شكلهم هيبقى وحش، كان مؤثر في إنه الأهلي يطلع بالنتيجة الكبيرة دي.
بس في نفس الوقت وجود هذا الكم من الجمهور المحيط بالفريق المؤازر ليه في كل دقيقه من دقائق المباراه 90 كان حاجه ولا في الخيال. انا مفتقد جدا وجود الجمهور في المدرجات، واتمنى من المعنيين بعوده الجمهور ان هم يسرعوا البروسيس شويه في ان هم يرجعوا الجمهور احسن كده. الموضوع بقى بايخ قوي. الحاجه الثانيه سريعا جدا اللي هقولها، انا قلتها بس هعيد عليها ثاني. الحاجه الثانيه المميزه بالنسبه لي في ماتش حريات كوناكري هي رغبه اللعيبه في ان هم ما يزعلوش الجمهور. هو لا، رغبه اللعيبه في ان هم يخرجوا باكبر كم، مع ان واحد او اثنين خلاص كانت يكفي ان احنا نتاهل، يكفي ان احنا نتاهل كفريق مصري الى نصف النهائي وكالاهلي الى نصف النهائي. بس هم لا، واحد واثنين وثلاثه، وباين على الرغبه. شفنا وليد سليمان بيتعور بيكمل الماتش، سوبر بطل. وليد مش بطل فعلا، سوبر وليد سليمان، مش لعيب عادي ما شاء الله عليه. رغبه اللعيبه واداره الجهاز الفني كانت تاني اكتر حاجه مميزه بالنسبه لي في ماتش حريات كوناكري. يعني في الاول وفي الاخر هنلاقي ان اداء الجمهور كان اهم حاجه موجوده، وكمان اداء الفريق عشان خاطر الجمهور بالظبط، فكان المهم بالزبط. والابرز في لقاء النادي الاهلي ورايا كوناكري الغيني. نكمل برضو كلامنا عن مباراه افريقيا، المباراه القادمه قصاد وفاق سطيف الجزائري. توقعاتك ايه للقاء ده؟ وشايف يكون عامل ازاي؟ ماتش صعب. ماتش احنا لو اتكلمنا عن الماتش فنيا في الملعب الاهلي اتقل. لو اتكلمنا عن عوامل الحساسيه المباراه وعوامل صعوبه المباراه من الناحيه مش الفنيه ولكن من الناحيه المعنويه، هنلاقي ان مباراه وفاق سطيف في الجزائر اللي هي هتبقى يوم 2 اكتوبر بالمناسبه في منتهى الصعوبه. المصري، بنبارك للمصري برضو تأهله الى نصف نهائي الكونفدراليه اول مره في تاريخه بالفوز بالامس على اتحاد العاصمه الجزائري وبهدف نظيف. المصري عملها، اتمنى ان هي تبقى بشره خير بالنسبه للاهلي. المصري عنده جزء من جينات النادي الاهلي اللي هو حسام حسن. عارف ان في كتير ناس منها تختلف معايا في القصه دي، بس حسام حسن تختلف او تتفق عليه، هو واحد من عباقرة كرة القدم المصرية على مر العصور. الجرينتا بتاعت حسام حسن وقدرته على بث الروح في لعبته هي كانت الحافز الأول أو السبب الأول في خروج المصري بالأمس بهذه النتيجة. لو اتكلمنا ده على المصري هنقول إيه على الأهلي؟ المصري اللي هو ما عندوش خبرة أفريقية، المصري اللي هو مش معتاد على اللعب في الأجواء دي وهكذا، هنقول ايه بقى عن الاهلي اللي هو بيلعب يعني مش هقول بيلعب كل سنه، انا هقول ان هو في افريقيا لتاني سنه، في نصف نهائي افريقيا لتاني سنه على التوالي. جمهوره متعود على ده واللعيبه متعوده على ده، واللعيبه ما بتقبلش باقل من ده. فالروح دي بالاضافه الى انا معجب جدا بباتريس كارتيون، معجب جدا بقيادته الفنيه. لسه بصماته كلها ما وضحتش جدا في مع الفريق، بس بشكل عام انا معجب جدا بباتريس كارتيرون، وشايف ان هو يقدر يعدي بالاهلي المباراه دي. المباراه دي هتسهل كتير قوي مباراه العوده. لازم الاهلي يروح هناك على الاقل يدخل جون، ما يخسرش طبعا، وعلى الاقل يدخل جون عشان يسهل على نفسه عمليه او مباراه أكيد. العوده هنا يوم 23 اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه ونكمل كلامنا مع استاذ خالد عن النادي الاهلي، عن المشوار الافريقي، وكمان عن مباريات الدوري المحلي.
رجعنا مرة تانية لسه مكملين كلامنا مع أستاذ خالد، ونرجع بقى نتكلم عن الدوري المحلي. شايف إيه أهم اللي موجود في الدوري المحلي في الموسم ده؟ أهم حاجة موجودة في الدوري المحلي إن الأهلي ما لعبش، يعني أنا عايز أشوف الأهلي في الدوري. ما لعبش غير 5 جولات وإحنا في الجولة الثالثة. مباريات مؤجلة كتير، بس طبعًا بنشكر اتحاد الكورة إن هو بيعمل ده. أنا بهرج، يعني برضو لازم نشكر اتحاد الكورة إن هو بيعمل دوت دعم للنادي الأهلي أكيد. في مشواره الإفريقي. النادي الأهلي في 4 بطولات هيعمل إيه؟ وإحنا وغير النادي الأهلي، إحنا دايمًا متعودين من الاتحاد إن هو بيراعي الانديه بتاعته اللي بتمثل مصر في المحافل صحيح. المختلفه. هو ده اللي تم الاتفاق عليه مع كل رؤساء الانديه قبل طبعا بدايه الدوري المصري الممتاز، ان اللي هيتاهل في البطوله الافريقيه طبيعي ان هيتم تاجيل مباراته من غير ما يتم الاعتراض من اي نادي تاني على تاجيل المباراه، وده شيء صحي جدا من صحيح. اتحاد الكوره ومن الانديه ان هي تتفاهم حاجه زي دي. اكيد ابرز ظاهره بالنسبه لي في الدوري المصري هو لاعب بصراحه، يعني بغض النظر عن في اقاويل كتير قوي عن حاجات كتير، بس انا ابرز لعيب بالنسبه لي هو احمد علي كامل. احمد علي المهاجم بتاع المقاولين صحيح، عنده 20 سنه. بيلعب جنبه لاعب مميز جدا اسمه طاهر محمد طاهر. لاعب صغير عنده 21 سنه، بحريف قوي بدنيا، راجع من 20 مليون دولار. بالظبط، هو راجع من مش 20 مليون اعتقد. لا هو دلوقتي الطلب فيه ليه حد عايز طاهر محمد طاهر، يعني مسؤولين المقاولين العرب قالوا اللي عايزه اللي عايز 20 مليون دولار، ثمنه 20 مليون دولار. هو ممكن ده سعر تعجيزي، يعني هو سعر تعجيزي، بس في نفس الوقت اداره المقاولين زي ما عملت قبل كده هتعمل تاني، لان هي ما بتقفش قدام لاعبتها في مساله الاحتراف. يعني لو جه عرض زي محمد صلاح وزي محمد النني زي فلو جه عرض بالنسبه لطاهر محمد طاهر اعتقد ان اداره المقاولين مش هتقف قصاده، وانا اتمنى ان هي ما تعملش كده. بس بخلاف طاهر محمد طاهر، احنا انتقلنا الحديث على طاهر محمد طاهر. بخلاف طاهر محمد طاهر في احمد علي ده بيستعيد اكتشاف نفسه صحيح. متألق جدا في مباريات الدوري، بيدخل اجوان وبيعمل اسيستات وبيعمل محطه. شفنا امس في مباراه المقاولين والزمالك اللي بادئ الهجمه من الوينج رايت، من الوينج اليمين للملعب هو احمد علي، وحاجه عكس المتوقع تماما. يعني احمد علي بيستحوذ على الكوره وبيروح بدل ما يلعبها سهله الواحد ويروح جوه المنطقه بيلعبها بالعين البلايند سبوت زي ما بيقولوا. اكيد ينضم لقائمه المنتخب اللي ان شاء الله هتشارك قصاد سوازيلاند. اكيد لازم ينضم ولازم يبقى ليه فرصه. احنا عندنا مشكله في الهجوم في منتخب مصر، عندنا مشكله في العدد، ما عندناش مهاجمين لانه بس يمكن معذور مثلا صلاح محسن معذور. انا لسه كنت عايز اقول صلاح محسن، المحترف عمرو مرعي في النجم الساحلي، احمد جمعه المصري، احمد علي كامل، مروان محسن. مبقاش فيه مشكلة. باعتبار مروان محسن ما بيشاركش ومصاب وهكذا، بس باعتبار مروان محسن هو الاساسي في المنتخب وعنده خبره برضه في المشاركه مع المنتخب المصري، فوجوده مهم. بس بخلاف مروان محسن كخبره وتقل في المنتخب، لا في عدد كبير قوي من المهاجمين اللي ظهروا دلوقتي لازم نديهم الفرصه عشان يبقوا بعد كده عندهم الخبره والتقل في الملعب اللي احنا بنقول عليه في مروان محسن دلوقتي. صحيح. طيب بالنسبه بقى للتحكيم، مشاكل وكوارث من بدايه جولات الدوري لحد دلوقتي، وما فيش جوله بتعدي الا لما بنلاقي مدير فني بينادي الحقونا اغتونا وعندنا مصايب تحكيميه. شفتها ازاي دي؟ التحكيم مش مشكله طبعا، واخرها امبارح المقاولين والزمالك والكلام اللي اتقال ولمس احمد فتوح للكوره بايده في منطقه الجزاء. هي الفكره في الموضوع انه الحكم امين عمر احتسب نفس ركله الجزاء على مدافع المقاولين اللي لم يحتسبها على لاعب الزمالك. صحيح. نفس اللعبه بالظبط. انا ما بنتقدش التحكيم، انا ما بقولش انه بي 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 بيحابي لفريق على حساب الاخر، رؤيته كده كانت في الملعب. وخلينا نقول انه مشكله التحكيم مش مشكله خاصه بمصر، مش الحكام المصريين فقط هم اللي عندهم مشكله، بس احنا عندنا حاجات غريبه. يعني انا لو هتكلم انا هتكلم عن، يعني يمكن مش هقدر اتكلم عن مباراه الزمالك والمقاولين العرب ما تخصنيش قوي، بس انا هتكلم عن مباراه النادي الاهلي في الجوله الخامسه قصاد الانتاج الحربي. دي كوارث كان فيها مشكله، دي ما كان في حاجات ما تتعداش، كان فيها مشكله، كان فيها اوفسايد ما يتعداش، كان فيها جون تم احرازه ما فيهوش اي مشكله. بس برضو خليني ارجع اقول عشان ما يعني ما نظلمش قوي لجنه الحكام وما نظلمش قوي الحكام المصريين. الحكام المصريين كأداء كخامات
من افضل الحكام اللي موجودين. بينقصهم ايه؟ بينقصهم زي ما نقول ادوات، بينقصهم ادوات جيده، بينقصهم مساعده جيده اللي هي العالم كله طبقها اللي هي الفار. احنا شايفين الفار دلوقتي دخل تقريبا ثلاث ارباع المسابقات في جميع الانحاء، ما دخلش لسه الدوري الانجليزي وما دخلش دوري ابطال اوروبا. طيب خلينا نرجع نتكلم عن الفار بس بعد ما ناخد التليفون. معانا دلوقتي معانا استاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. مساء الخير عليك يا سياده النائب. خير زي حضرتك ودايما موفقه ان شاء الله. منورنا في قناه النادي الاهلي وكمان بالتحديد في كلام في الميديا. وفي البدايه طبعا عايزين نبارك لك على تعيين كابتن حلمي طولان كمدير فني وكمان تعيين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكوره. بتمنى ان شاء الله ان هم يادوا معاك ويقدموا لكم ان شاء الله افضل النتائج في الدوري المصري الممتاز. انا ربنا يكرمك، بس الاول انا احب ابارك للنادي الاهلي على الفوز امبارح. اشكرك. ان شاء الله كان حاجه جميله وحاجه موفقه، وفعلا كان سفير لمصر ما شاء الله عليهم فريق كابتن محمود الخطيب، وان شاء الله جاي احسن بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا موفق على طول ان شاء الله باذن الله. امتى بقى اخذتوا قرار تعيين كابتن حلمي طولان كمدير فني للاتحاد السكندري؟ بص حضرتك، انا من 48 ساعه بالظبط انا اعلن الجهاز خلال 48 ساعه، وانا فعلا اعلنته النهارده. كان بعد الكابتن محمد عمر طبعا يعني المدير الفني نادي الاتحاد تقدم باستقالته، وانا يعني كابتن محمد عمر من الناس اللي هي طيب مع نادي الاتحاد صحيح الاتحاد في موقع كان صعب جدا عليه نادي الاتحاد الموسم اللي فات، والسنه دي برضه ادينا اداء محترم الى وبالذات بعد ما طلعنا الترجي التونسي يعني فريق كبير بطل عرب، ولكن الموسم اللي فات، ولكن يعني الحمد لله اللي جاي احسن. كابتن محمد عمر تقدم بستقالته بعد ماتش الداخليه، كان لازم احنا واجب علينا ان احنا نفكر في مين اللي جاي. بصراحه كان الموضوع بالنسبه لنا كان صعب، لكن كان في كواليس كتير جدا، ناس كتير جدا اتكلمت في اسماء. يعني احنا الصبح كنا بنتكلم، يعني صحينا الصبح لقينا كلام كله على كابتن خالد جلال. والله ده اللي اتقال امبارح، يعني اللي اتقال امبارح ان في كلام مع كابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال طبعا الناس المحترمه، ولكن ما تعرفوش ان هو يعني جاي له تقريبا عقد في السعوديه حاجه زي كده، وهو كان من ضمن الاختيارات. ولكن طبعا لما تشوفي يعني مدير فني بقيمه الكابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان مدير فني قوي ومحترم وله شخصيه وعنده كاريزما وعنده صرامه في التعامل وعنده ذكاء في الملعب وعنده جهد غير عادي في التدريب. يعني الحمد لله يعني تم النهارده كان في جلسه حوالي الساعه 1 في نص الدور في النادي، وتم التواصل معاه في كل الامور اللي تخصه، مين الجهاز الفني ما يخص معاه. طبعا مدير فني مدير الكوره قوي جدا الكابتن وليد صلاح الدين، وجايب النادي الاهلي ومدرسه يعني مدرسه كده في التعامل الاداري، فان شاء الله يعني هتكون التوليفه كويسه. كمان كابتن وليد كان مدير كوره قبل كده في الاتحاد السكندري، كانت تجربه طبعا جيده جدا. بالظبط كلام حضرتك صح، كان قبل كده ليه يعني سابقه اعمال محترمه عن الاتحاد كمدير للكوره، فهو يعني الحمد لله يعني لما كلمناه كان في حقيقة رجع اول امبارح، والراجل الحمد لله يعني وافق انه يتواجد معانا، وانا شايف ان الجهاز الفني الى حد كبير جهاز متعاون، جهاز قوي. اتمنى بقى ان تبقى الكره في ملعب اللاعبين والجهاز الفني ونعمل حاجه كويسه تفيد لسه نادي الاتحاد وتبعد نادي الاتحاد في يعني نادي الاتحاد ما لقش، ولكن لسه الدوري بدري، لسه اول سبع مباريات. نادي الاتحاد ليه مباراه مؤجله ان شاء الله يوم الجمعه مع نادي وادي دجله، اتمنى نادي الاتحاد يعني يفوز بيها، نادي الاتحاد يطلع من اللي هو فيه، وان شاء الله يعني الجاي احسن من هذا النادي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بعيدا بقى عن تعيين النهارده كابتن حلمي طولان كمدير فني وتعيين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكوره، عايز اسال حضرتك رايك ايه في تقنيه الفار وتطبيقها في الدوري المصري ممتاز. انا عارف ان معاكي حضرتك استاذ خالد، معاكي صحيح استاذ خالد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ الله يخليك، ربنا يكرمك يا استاذ، ربنا يكرمك. انا طبعا موضوع تجربه الفار اكيد تقنيه مطلوبه في الوقت الحالي للدوري المصري بالذات، يعني عشان اكون امين اكتر، لا في غلطات كتير جدا من الحكام في الدوري المصري السنه دي، الناس فعلا بتشتكي حتى لو في حكام على مستوى عالي، ولكن في بعض المباريات احنا بالنسبه لنا شخصيا لا كان في سوء ضغط من بعض تقديرات الحكام، واحنا شفنا حتى مباراه النادي الاهلي ونادي الانتاج الحربي شفنا ضربه جزاء واضحه جدا يعني للناس، ولو تعادل مليون مره في الفار اكيد قبل ما تتعاد حتى على الفار اكيد الناس هتاخد فيها قرار، ولكن لا والناس كتير طبعا بعد ما كمان الاتحاد المصري وافق ان يكون في حكام اجانب في المرحله اللي جايه، انا وجهه نظري لو الفار ما طبقش في مصر
انا بقول لحضرتك انا هيتعدى الحكام الدوليين اللي هي الاجانب لحكام الدوري المصري حتى نهايته هيتعدوا 60 مباراه. صحيح. شكرا ليك استاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتمنى طبعا كل التوفيق للاتحاد السكندري سيد البلد. نرجع بقى تاني لكن نطلع الاول للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ خالد مره تانيه. الأهلي شارك في لائحة الأهلي. من أجل النادي الأهلي كلنا لازم نشارك في اللائحة. ومن أجل الأهلي شارك في اللائحة. من 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 أجل الأهلي نشارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. رجعنا تاني لسه مكملين كلامنا مع استاذ خالد. عايز اسالك بقى عن التجربه الديمقراطيه لنادي الاهلي في الصياغه الخاصه بلائحه النادي الاهلي، ان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر الجاي او يوم الجمعه الجايه. شفت اللائحه دي ازاي؟ احنا خلينا بس نقول انه زي التقرير ما كان بيعمل في اجماع من اعضاء الاهلي ان هم عايزين ينزلوا يشاركوا في صياغه قانونهم الخاص اللي بيحكم علاقتهم بالنادي. في بنود كتير قوي جوه اللائحه اتغيرت بناء على طلب اعضاء الجمعيه العموميه. مزبوط. حطوا اقتراحاتهم، وفعلا بعد كده بعد ما تم تغيير بعض البنود النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بعت لهم ايميلز يقول لهم احنا فعلا غيرنا كذا وكذا وكذا بناء على طلباتهم. لو استرجعنا سريعا كده ايام الانتخابات كان البرنامج بتاع الكابتن محمود الخطيب وقائمته اسمها عيلة الأهلي. صحيح. وهو ماشي في 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 وضع نظام عيلة الأهلي زي ما قال عليه أيام الانتخابات. تجربة طبعا ديمقراطية من الطراز الأول. إن بتأكد على حاجة إن تؤكد على شيء فهي بتؤكد على ريادة النادي الأهلي في سن قوانينه الخاصة واحترام أعضاء جمعيته العمومية. صحيح. الأهلي دايما معودنا إن هو ملك قرار نفسه وهو ماشي في الخط. حقيقي. ده حقيقي. بشكرك جدا استاذ خالد عامر الصحفي في موقع جريده عاصل الاسبانيه، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، استمتعنا بيك معانا، وبشكر طبعا كل الجمهور على حسن المتابعه، واشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5. يوم سعيد عليكم. النهارده موجودين فريق الصباح بكده الكوتش حسين عناني لتأييد كابتن محمود الخطيب في لائحه النادي الاهلي الجديده، واحنا مع النادي الاهلي في اي حاجه باذن الله. هي صادره كمان لصالح جميع اعضاء الاهلي، وبنادي لكل عضو في الاهلي لازم يجي يوم 28 يحضر ويقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض، بس طبعا أنا برشح القبول لأن اللائحة ممتازة وليس بها أي عيب أو مأخوذات أو أي شيء يشوبها يعني. كويسة جدا وإحنا أيدناها ومبروك إن شاء الله بالنجاح بإذن الله. واليوم 28 اللي هو الجمعة الجاية بإذن الله هيكون في الانتخابات لتأييد اللائحة وهنوافق بإذن الله، وده فريق الصباح من الفرق يعني اقدم الفرق موجوده يعني في النادي الاهلي. من قلبي بهنيه على اللائحه ديت، وطبعا كلنا موافقين عليها وبنهنيه من قلبنا، والف الف مبروك مقدما يا كابتن محمود الخطيب، يا اسطوره، يا علامه من علامه مصر، وعايزين نقول لك متشكرين على تعبك وجهدك في النادي الاهلي. احنا جايين النهارده بنقول لهم متشكرين جدا، واحنا معاك وكل فريق الصباح وعدده فوق ال 4 و5000
فرض معاك يا كابتن خطيب ومع اللايحة، وكلنا بنؤيد ونشارك في الموافقة على هذه اللايحة العظيمة اللي اعتقد انها ممكن تقعد مدى العمر، يعني مدى الحياة على ما هي عليه كده، وفقا للتعديلات اللي تمت فيها.